سلام بنات، هذا فيديو جديد مع سلمى. فيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا هذا هو القفطان اللي عندي، خصني نبتوه، هو مخيط. كيفاش غنعمل باش نخرج له الرشمه؟ هذا الفيديو هذا البنات اللي كيوحلوا كيفاش يعملوا يخرجوا الرشمه، انا نوريكم الطريقه سهله كيفاش كنخرج انا الرشمه. اول حاجه كنحتاج الفيزلين اللي هو هذا الفيزلين هذا اللي كيتباع عند مولي الخيط 4 دراهم للمترو. ها هو كنحتاج ستيلو الى رديتو البال، هذا هو النص الطوق اللي خصني انا. كيفاش نعرف انا حد الحزام؟ كنحسب من هنا من جهه ديال العنق الى حسن جهه النص 40 سنتيم، هذا اللي خصو يكون طلع شويه. اما اللي كيعجبو تنبت يكون هود على النص شويه، كيكون 41 42. كنشبر انا الفيزلين اللي على هذا الشكل هذا، هو خصني يكون شويه مطلق. نجيبو هنا حتى نموطع فين خصني انا ننبت وعند راسي. كيف ما كتشوفوا انا عندي سفيفه زائد هاد الجوهر مهرس، يعني وعاد هاد الجوهر مهرس عيجي قدامه التراسن، يعني ما خصنيش نوصل قدام هاد الجوهر مهرس عند راسي كامل. هانتوما كتشوفوا هادي هي الهبطه ديال الكتف، هذه هي تحريفه، ها هي نمشي معاها، هي تحريفه، ها هي. انا خصني من هنا هيدا نهبط كل في هيدا، نجيبها بالمسطرة الى ما عرفتش نجيبها هيدا الى ما عرفتش نشبر المسطرة. دابا هاد المساحة هادي هي هادي اللي خصني انا نبت. غنزول القفطان هذا، ها هو، وانا غنشبر هاد المساحة هادي هي اللي غنخدم عليها. الى رديتو البال هي هادي 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 دي هادي 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 الكتف، ها هو. دابا هاد المساحه هادي هي اللي خصني نبت. شنو باش غنخدم؟ غنخدم غير بالمهرس والزمرد والحجيرات. خصني بروشات باقي ما شريتهمشي، غنحاول نخدم شي حاجه بديله عليهم باش نشوف فين غنعمل بروشات. غنشوف شي حاجه اللي عندي، جبرت هادو ها هما، غنحاول نعملهم. ماشي هما اللي غنعملهم في البروشات، وانما باش نعرف فين غنعمل انا، فين غنوزع البروشات. ضروري خصني نعمل غير ثلاثه، نعمل مثلا وحده هنايا وحده هنايا، ها هي خصني يكونوا جيو ثلاثه بهم في الصدر. ما نعملش الاخرانيه تجي مع الحزام، خصني تجي شويه طالعه على الحزام باش تبان لي. هنايا الكتف نهبط شويه حيتاش مع الكتف كيجي طالع كتجي شي باينه، خصني هادي تجي مع الصدر باش تجي معوطة. هاي انا اخترت هاد المواطع هادو. وخصني عندي تحتاني ديالها عملت له السلسة، هذا اليد ديال التحتاني، ها هو، وهذا غيكون حتى اليد ديالها، يعني خصني يكون فحال اليد ديال الفوقاني فحال اليد ديال التحتاني. عندي هاد الخريبيقات ها هما، لان انا الصراحه ما كنعرفش نرشم،
يعني عن نحاول نخرج منه. شنو نعمل؟ نشبر الورق ديال الخرج اللي هو هذا، ها هو، ونحاول نبتكر. نجي هنا نحاول نعمل في حال هذه، دائما خصني نخلي واحد شويه هنايا باش يجوز تراسن. فين قلت لكم عندي جوهر، انا كنشرح بالتفصيل باش تفهموا مزيان. لان عملت واحد الموديل بحال هيدا ديال العروسه، والبنات عجبهم بزاف وطلبوا مني باش نعمله. وانا ملي جاني هاد الموديل هذا في حاله، بغيت نعملكم الفيديو ديالو كيفاش رشمته. ما تترسش. تراسيت هاد الموطع هذا بستيلو لان الخرج ما خدم ليش. عنزول هادو وتراسيت هاد الموطع. دابا هنجي هنا هنخدم هادي، ها هي، هيا غنجي هنا ضروري خصني نخدم هادي باش نخدمها. هكذا كيف ما كتشوفوا هيدا كنبقى نشوف شنو هنعمل باش نخرج الرشمه اللي بغيت انا. شنو هي؟ كنحافظ دائما على هاد الكولفي هذا اللي عملت، خصني دائما الرشمه تجيني هيدا. نزول هذا، نشوف من هذا شي حاجة أخرى. كيف ما كتشوفوا الرسم يعني ماشي شي حاجة صعبة، فقط كتشوف الرشمات اللي عندك وكتحاول تخرج منهم شي حاجة اللي انتينا عتقدر تعدلها بطريقة سهلة. وها انا ساليته يعني بطريقة سهلة.
هاد المربعات هو موطا ديال البروشات اللي خصهم يكونوا، وهذا الموطا ديال التنبات. كاين البنات اللي غيقولوا لي ايوا انتينا عندك هذا بالشكل سهل، كاينه طريقه سهله اخرى، هتحاول تعوض الوريقات مثلا هيدا، حتى انا ما كنعرفش، وتحاول تعمل هيدا وتحاول تعمل بحال هكذا. ها هي عاجيك سهله، هتشبر هادي تحاول تبقى تعملها مره هيدا مره هيدا، هادي تعملها هنايا، هادي تحاول تعملها هنايا، تعمل الصغيره ديالها والكبيره ديالها، يعني هادو حاول توظفهم بهذه الطريقه هادي. حتى انا ما كنعرفش مره نرشم، فقط كنستعن بحال هكذا الطريقه ديالي، لان الرشمه ديالي كنعملهم دائما هكذا. ها هي كنعملهم دائما هكذا. الا ما كانش عندي الوقت باش نعمل هكذا، كنشوف بعد الورقات اللي كنخرجهم انا من الانترنت، سواء فيسبوك او من انستغرام، كندي منهم بالوريقات او العريشات او الطريقه هيدا، باش ما كنبغيش نعمل نفس الرشمه اللي كنجبرها في فيسبوك، لان مع الاسف كتجبر كل شيء بها، وانا صراحة ما كيعجبنيش الحاجات اللي كتكون عند الناس كاملين، كنبغي نعمل حاجات خاصين بيا. وهذه طريقة يعني تائلة، بغيتي تخرج رشمة من الفيسبوك حاول تعمل فوقاني ديالها وتعوج شي شوية، بس تخلي لها واحد شي حاجة مختلفة على الحاجة اللي كنشوفوها دائما. هذه هي الرشمة اللي عملت، وهذا عيكون اليد ديالها، اليد ديالها ها هو ها هو، جات فيه هادي اللي هي هادي الوريقات، ها هما ها هما، هادي الوريقه حتى هي هادي، وهادي هي هادي اللي عملت انا، وهاد الوريقه صغيره هي هادي او هادي، يعني هذا كنضوبلو باش كيكون ها هما، باش كيكون اليد على هاد الطريقه هادي. كنتمنى الدرس يجيكم سهل ان شاء الله، ملي نبدا نبت فيه نوريكم الموديل كيفاش خرج لي، باش تشوفوا الذوق ديالي واش يعجبكم ولا لا. كنتمنى تكونوا استفدتم هذا الفيديو هذا مع فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.